بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الكريمة في سورة الإسراء جاءت بعد قوله جل وعلا: وإن من قرية إلا نحن أهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. أرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة وظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد إلى الصفا عليه الصلاة والسلام ودعا بطون قريش، خصص وعمم. لما اجتمعوا له قال: إني أنذركم من عذاب أليم. فعند ذلك نفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال له أحدهم: إن كنت صادقا بأنك نبي من الأنبياء مثل الأنبياء السابقين. فسليمان سخر الله له الريح، وداود ألان له الحديد، وموسى أعطاه الله جل وعلا السير في البحر. وهكذا فنجد آية منك تدلنا على صدقك ورسالتك. وقالوا: نريد أن تحول لنا هذا الجبل الذي تحت قدميك ذهبا وفضة. هذه الجبال حتى نزرع ونأكل من زرعنا ونسلم من رحلة الشتاء والصيف. وهكذا فأنزل الله جل وعلا عليه جبريل في الحال عليه السلام، فقال: يا محمد، إن قوم أن الله جل وعلا سمع مقالة قومك لك، وإنه يقول لك: إن شئت أن نستجيب لطلبهم
لكن من لم يؤمن بذلك نعاجله بالعقوبة، وإن شئت أن تستعني بهم لعل الله أن يصلحهم ويتوب عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: بل أستعني بهم. وأنزل الله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني أننا امتنعنا عن إرسال الآيات وإنزالها لأن من أنزلت عليه ثم لم يؤمن أنه يعاجل بالعقوبة، سنة الله في خلقه. وأن الأولين حينما أراد الله إهلاكهم استجاب دعاءهم فيما طلبوه، فإنها وسيلة للهلاك قريبة جدا، لأن من امتنع بعد طلب الآيات أو من أنكر الآيات فإن الله جل وعلا لا يمهله بل يعاجله بالعقوبة. وهذه الأمة أراد الله لها البقاء بمنه وكرمه، أمة محمد أراد الله لها البقاء إلى يوم القيامة، فلم يعاجلها بالعقوبة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ويقول جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية بينة، طلبوا آية بينة لا إشكال فيها، طلبوا أن يخرج الله لهم من هذه الصخرة ناقة وصفوها بصفاتها التي يرون، فأخرجها الله جل وعلا. أخرج الله الناقة مبصرة، آية مبصرة بينة واضحة، أخرجها من هذه الصخرة، فعند ذلك أنكروا ذلك ولم يؤمنوا، فعاجلهم الله جل وعلا بالعقوبة. وظلموا بها، قالوا هذه ليست آية لصالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، كأنهم أنكروا أن تكون استجابة لدعاء صالح عليه السلام لما دعا الله جل وعلا أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة عشرا، وخرجت على الصفة التي يذكرونها، ثم أنكروا ذلك وجحدوه وكفروا بصالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فالآيات التي يرسلها الله جل وعلا إنما هي تخويف للعباد، تخويف للعباد من عقاب الله وسطوته وعذابه. من ذلك خسوف الشمس والقمر، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وكذا حالة المرء من شباب ولد صغير، طفل رضيع، ينمو شيئا فشيئا، يعرف أن الذي خلقه وأوجده على هذه الصفة قادر على إعادته وإدخاله النار إن لم يؤمن. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالآيات قيل هي تطور عمر الإنسان، وقيل خسوف الشمس والقمر،
وقيل الظلام بالنهار وقيل غير ذلك من الآيات التي يرسلها الله جل وعلا تخويفا بعباده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه إذا كان راوي الحديث صحابي وأبوه من الصحابة فيقال رضي الله عنهما وإذا كان هو أبوه وجده يقال رضي الله عنهم وإذا كان هو وحده صحابي فيقال رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو عن عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم هو أبوه وجده من الصحابة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا فقيل له إن شئت أن نستأني بهم وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما هلكت من كان قبلهم من الأمم. قال لا بل استأني بهم. وأنزل الله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال وتفعلون؟ قالوا نعم. قال فدعا فأتاه جبريل فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال بل باب التوبة والرحمة. وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قبيس يا آل عبد مناف إني نذير. فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم فقالوا تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى. فدع الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذ محارثا فنزرع ونأكل وإلا فادع الله أن يحيي لنا موتانا لنكلمهم ويكلمونا وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم. قال فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سري عنه قال والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن منكم أحد فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني أنه إن أعطاني ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين
ونزلت، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وقرأ ثلاث آيات، ولهذا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث بالآيات وناتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا. إلا أمره جل وعلا عن الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو قادر جل وعلا أن يجعل الطين والتراب ذهبا وفضة، كما أنه قادر على أن يمسخ الذهب والفضة ويجعلهما ترابا، وهكذا فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو على ما أراد قادر سبحانه، لا يحتاج إلى مواد أو تصريف أحوال، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي نبعث بالآيات وناتي بها على ما سأل قومك منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولها، كما قال تعالى في المائدة: قال الله إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال تعالى عن ثمود حين سألوا الناقة: قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبعدهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم. لا، وقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات، فقال عمر: أحدثتم والله لئن عادت لأفعلن ولأفعلن. وفي الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمك.
يقول السائل: بعت منزل والدي وأضفت إلى ثمنه مثله، واشتريت منزلا للعائلة، والآن توفي أبي رحمه الله، كيف أقسم الورثة التي هي المنزل فقط بيني وبين إخوتي؟ عليك أخي كما اتفقت أنت وأبوك، إذا كنتم اتفقتم على أن البيت تضيف إليه كثر قيمته ثم تشتري به آخر فيكون هذا البيت بينك وبين أبيك على حسب القيمة التي دفعتها، وإن كنت تبرعت بهذه القيمة لأبيك واشتريت به منزلا كبيرا يسعكم كلكم فأصبح البيت ملكا لأبيك وهو من بعده لورثته، فحسب ما اتفقت مع أبيك في أول الأمر، وإن سامحت إخوانك وقسمته بينك وبينهم فهذا من الصلة والبر والإحسان بأبيك وبمن خلف. يقول السائل: ما حكم امرأة يولدها طبيب غير مسلم؟ المرأة لها أن تعالج إذا اضطرت عند طبيبة مسلمة، فإن لم تتيسر لها ذلك فطبيبة كافرة، فإن لم يتيسر لها ذلك وطبيب مسلم، فإن لم يتيسر لها ذلك فلها أن تعالج عند الطبيب الكافر بالترتيب هكذا، فلا يسوغ لها أن تعالج عند الرجل وهي تجد امرأة تقوم بهذا العمل، ولا يسوغ لها أن تعالج عند رجل كافر وهي تجد رجلا مسلما يقوم بهذا العمل، فعليها أن تترفع شيئا فشيئا. يقول السائل: التدخين حرام باتفاق العلماء، مع الأسف في بلاد الحرمين الناس تدخن ولا يمنعه، هنا في أوروبا التدخين حرام في جميع الأماكن العمومية حتى في المقاهي. التدخين حرام وضار مضر بالمدخن وغيره ومن حوله وبمن يشم رائحة الدخان معه، فهو حرام ومضر، لكن تساهل بعض الناس في هذا الشيء لا يجوز لهم ذلك، فهو حرام لأنه ضار، وقد أباح الله لهذه الأمة كل طيب وحرم عليها كل خبيث، فقال جل وعلا في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالطيب حلال والخبيث حرام، ومن الخبيث الدخان هذا فإنه خبيث مضر ويحرم على المسلم أن يستعمله، لكن إذا استعمله يجب عليه أن يستحي ويبتعد عن الناس ولا يدخن أمامهم، فالجهر بالمعصية ضار بالمدخن وغيره، ضار بالجميع، فيجب على المسلم أن يستحي، ومن لم يستحي فالويل له. إن مما أدرك من الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فلا يجوز للإنسان أن يؤثر على إخوانه ويضرهم. الدخان
يضر حتى الجيران، جيران منزل المدخن يتضررون إذا فاحت عليهم رائحة الدخان من النوافذ والأبواب وغيرها. فيجب على المسلم أن يستحي من الله ويستحي من الناس، والويل كل الويل لمن لم يستحي. يقول السائل: عندي أخي مريض بمرض مزمن وعنده صرع وكأنه مريض ذهنيا ولا يفقه الصلاة، وقال الطبيب لا يجب عليه الصلاة، هل نطعم عنه أم لا؟ لا يا أخي، لا يجب عليكم الإطعام عنه. إن تصدقتم عنه إن كان عنده مال، وتصدقتم بطيب خاطر من يدري عنه هو أبا حسن. وأما إذا كان لا يدرك فيجب عليكم أن تحفظوا ماله ولا تنفقوا منه إلا ما وجب عليه من نفقة له أو لمن يحول. والصيام لا يلزم لمثل هذا ما دام أنه لا يبقى الصلاة ولا يدركها. الصيام من باب أولى لا يجب عليه، وإنما يجب الصيام على المدرك عقلياً ونفسيا، لكنه لا يستطيع الصيام لضعف بدنه أو لمرضه، فيجب عليه أن يطعم عنه. وأما مثل هذا فلا يلزم لا إطعام ولا غيره، لأنها تسقط عنه التكاليف الشرعية سوى المالية التي للغير، فإنها تلزمه نفقة من يعول من ولده وزوجه ونحو ذلك. يقول السائل: لدي مشكلة التركيز في الصلاة وقراءة القرآن وسهو والتثاوب خاصة عند صلاة التراويح، ماذا أفعل؟ عليك أن تتوكل على الله وتسأله جل وعلا أن يوفقك للعمل الذي يرضيه عنك، ثم عليك أن تركز قدر استطاعتك للصلاة ولا تستعجل ولا تسلط عليك الهواجس وسوسة الشيطان، لأن الشيطان يحب أن يصرف المسلم عن طاعة الله جل وعلا. فأنت حاول مجاهدة الشيطان، وإذا جاهدته غلبته بإذن الله، لأن كيده ضعيف لكنه يتسلط على من هو أضعف منه فيؤذيه. يقول السائل: ما هي صفة الطواف، وهل هناك فرق بين طواف القدوم من العمرة وغيره من الطواف مثل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ نعم يا أخي، الطواف يتميز بالنية، تنوي طواف القدوم، تنوي طواف الفرض، تنوي طواف الركن في الحج، تنوي طواف الزيارة الذي هو طواف الحج. أي طواف تريده تنوي تميزه بالنية، وإلا فالعمل ليس هناك فارق سوى الاطباع والرمل. الاطباع وضع الرداء على تحت إبطك الأيمن وطرفيه على عاتقك الأيسر، هذا الاطباع، والرمل الإسراع ومقاربة الخطى.
يستحب هذا في أول طواف تقدم به إلى مكة. أول طواف تقدم به إلى مكة تطوف هذا الطواف سواء كان ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة أو واجب أو طواف وداع أو غيره. فيلزمك أن تميز طوافك بالنية. وأما الرمل والاطباع فإن ميزتهما فلا بأس عليك بل حسن، وإن لم تميزهما فلا بأس عليك، لأنهما سنة من سنن الطواف، والسنة يعفى عنها إذا لم تميزها. يقول السائل: ما حكم الصبغ بالسواد لشاب عمره 22 عاما؟ الصبغ بالسواد في تدليس، وجاء فيه النهي وجنبوه السواد، لما جاء بأبي قحافة رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، الذي والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبي أبي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد. السواد يجنب من الرجل والمرأة ما دام البياض الشيب ظهر الشيب، فيجنب السواد ويغير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالبرص والزعفران أو بما تيسر من الأصباغ الحسنة الجائزة. يقول السائل: امرأة تسأل: هل يجوز لي أن أنقص حاجبي؟ تقول: هل يجوز لي أن أقص حاجبي لأنهما عريضين فوق العادة حتى غطى جزء من الجبهة، وزوجي كره منظرهما وهو دائما يطلب مني أن أقصهما إلى أن يصير كالنساء؟ لا بأس عليك أن تأخذي منه حتى يكون كالحواجب الطبيعية العادية، لأن الله جل وعلا لا يرضى من عبده أن يكون فيه مثله أو يكون فيه محذور أو جهل فيه أو رؤية مشينة، لا، وإنما يأخذ منه شيئا يسيرا حتى يكون عاديا. يقول السائل: أيهما أفضل، الضم أو السربلة مع الأدلة، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر للمسيء بصلاته أو بالضم؟ ضم اليدين بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة أو إرسالهما، الوارد هو الضم، أن يجعل يده اليمنى فوق يده اليسرى ويضعهما على الصدر أو تحت الصدر قليلا أو فوق السرة، هكذا ينبغي له، وليس هذا بواجب حتما، فهذا مستحب من مستحبات الصلاة. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيء صلاته فهو لم يأمره إلا بما كان ركنا واجبا من واجبات الصلاة، وأما ما عداه فلم يأمر بشيء من هذا عليه الصلاة والسلام. فالأفعال الصلاة منها السنة،
ومنها واجب ومنها ركن من أركان ما كان ركنا لا بد أن يأتي به مهما كانت الحال إن لم يستطعه ينتقل إلى ما هو أقرب إليه. وأما ما كان واجب فيأتي به فإن تركه سهوا صحت صلاته وعليه سجود السهو. وأما السنة فيجوز للمرء أن يأتي بها وهو أولى وله أن يتركها ولا حرج عليه في ذلك، لأن السنة لا يلزم لها سجود سهو إذا تركها سهوا، بل عليه أن يأتي بالأركان والواجبات. وأما السنن فلا تلزم، وهذا الضم سنة أولى من الإرسال، وإنما يضم يديه كما قال عليه الصلاة والسلام ويضع يده اليمين على كفه اليسار ويستفتح ويستعين بالله من الشيطان الرجيم. يقول السائل: ما حكم المشروبات التي تصنع في مصانع الخمور مثل الكوكولا والبيبسي وفانتا؟ إذا كان يخالط هذه المادة شيء من الخمر فلو قل فإنه حرام ويكون نجس ورجس. وأما إذا كان لا يخالطها شيء من الخمر فهي حلال بحمد الله. وعلى المرء أن يحتاط لنفسه ولا يكون ممن لا يبالي بالأكل أي شيء حلال أو حرام، يحذر الحرام، لأن المرأة قد يقذف اللقمة في جوفه من الحرام فلا تقبل له صلاة كذا وكذا يوما. يقول السائل: مدعو لجدة، ذهبت لمكة غير محرم ثم ذهبت إلى التنعيم وعملت العمرة، هل تجزئ عني وماذا أفعل؟ إذا كنت مدعوا إلى جدة لحاجة من الحاجات أو لمؤتمر أو اجتماع فلا بأس عليك أن تأتي غير محرم ما دمت لا تنوي العمرة. أما إذا نويت العمرة من جدة فيجب عليك أن تحرم من جدة، وإذا لم تنوي العمرة أصلا ودخلت مكة بغير إحرام فلا بأس عليك، لكنك إذا نويت العمرة وأنت في جدة فيلزمك الإحرام من جدة. نويت العمرة من مكة تخرج إلى الحل وتحرم منه. فرق بين الإنسان يتوجه إلى مكة بنية العمرة يجب عليه أن يحرم من المكان الذي هو فيه إن كان دون المواقيت، أما إذا ذهب إلى مكة ليعتمر فيجب عليه أن يحرم من جدة التي نزل فيها. أما إذا كان نوى العمرة وهو عند أهله فيجب عليه أن يحرم من ميقات بلده، إن كان جاء من الرياض يحرم من السيل، إن كان جاء من المدينة يحرم من الجحفة، من وادي من يحرم من ذي الحليفة، وإن كان جاء من الشام أو من مصر فيحرم من الجحفة، وهكذا حسب المواقيت. جاء من اليمن يحرم من يلملم من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لتلك البلاد. فإن مر بالميقات وهو لا يريد مكة فلا يلزمه الإحرام، وإن أراد مكة فيما بعد فيحرم من مكانه.
يقول السائل: هل ورد حديث قبل صلاة الجمعة 4 ركعات وبعدها 4 ركعات؟ صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها وراتبتها بعدها ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صلى الراتبة في البيت فيكفيه ركعتان، وإذا صلى الراتبة في المسجد فيسن أن يصليها 4. هذه الراتبة التي بعد الجمعة، وأما قبلها فلا راتبة لها قبلها، وإنما يستحب للمرء أن يصلي ما تيسر له بدون تعداد. يعني إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة يجب عليه أن يصلي تحية المسجد، وما زاد عن تحية المسجد هو بالخيار، إن شاء صلى حتى يحضر الإمام للخطبة والصلاة، وإن شاء صلى ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو أي صلاة يصليها وحسن، لكنه بعد الجمعة هي التي لها راتبة 2 أو 4. يقول السائل: المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت في رمضان كيف تقضي؟ القول الراجح عليها القضاء، فإن كان الفطر لضرر عليها هي فتعتبر كالمريضة، عليها القضاء فقط. وأما إذا كان الفطر لمصلحة ولدها ولا مصلحة لها في ذلك فعليها الفطر والقضاء والإطعام، وإطعام مسكين عن كل يوم ما دامت أفطرت لا لضرر عليها، لأنها تعذر في باب الضرر عليها، فعليها القضاء فقط، لأن الله جل وعلا شرع القضاء للمريض، المريض ليس عليه سوى القضاء. وأما إذا كان المرض زين عنها وعافية وفي عافية، لكنها يشق عليها ترك اللبن وضعف اللبن لولدها المرضى الرضع، فلا بأس أن تفطر وتقضي وتطعم كل يوم مسكينا. يقول السائل: ما هو الإخلاص وكيف نحققه؟ الإخلاص إخلاص العمل لله جل وعلا، أن لا يبالي المرء بالناس، لا يحسن عمله من أجل الناس، وإنما يكون عمله لوجه الله تعالى. يعني أنه إذا كان أمام الناس أو غائب عنهم فعمله سواء، هذا هو المخلص. وأما إذا كان يعمل العمل لأجل الناس أو لمدحهم أو لثنائهم عليه أو نحو ذلك فهذا من الرياء المحرم. يقول السائل: هل السحر يؤثر على دين المرء، وما هو علاجه؟ السحر علاجه بالاتكال على الله جل وعلا والتضرع إليه وتلاوة الآيات الكريمة كآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وأسماء الله جل وعلا، وآيات فيها ذكر السحر ويفلح الساحر حيث أتى،
ونحو ذلك من الآيات. هذا علاجه الله جل وعلا إذا أراد شيئا مثل ما يقول له كن فيكون. فعلى العبد أن يخلص لربه جل وعلا في الدعاء والتضرع، والله جل وعلا يعافيه، علما أن السحر يؤثر على المرء في دينه ودنياه. يخيل له أنه فعل وهو لم يفعل، يخيل له أنه قال ولم يقل، وهكذا. فلا يلتفت لهذه الوساوس والشكوك ونحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن ينتقل من معتكفه لحضور مجلس علم وذلك في نفس المسجد؟ نعم يا أخي، يجوز له ذلك، لأن معتكفه المسجد، والمسجد وسيع وكبير، فينتقل منه للمطاف إذا كان في مكة، أو ينتقل منه لحضور مجالس العلم، أو ينتقل منه للصلاة في الصف الأول ونحو ذلك. فعلينا أيها الإخوة بالاعتماد على الله جل وعلا والتوجه إليه والحرص على العمل الصالح، خاصة في هذه الأيام المباركة الذي تدخل